نيجي نتكلم هنا عن الميموري بروتكشن في البيجنج في الصفحات اللي هي نظام البيجنج زي ما شفنا هنا. فكيف بتتم الحماية للميموري؟ ممكن يطبق الميموري بروتكشن في النظام بتاع البيجنج بأنه يكون عندي بروتكشن بيت، يعني بيت تستخدم للحماية مع كل فريم. ممكن البيت دي تعمل انديكيشن انه الفريم ده ريد اونلي ولا ريد رايت اكسس مسموح، يعني هل مسموح فيه هو للقراءة فقط ولا ممكن نقرأ ونكتب فيه حسب البيت الموجودة. في مثلا زيرو ريد اونلي، ون معناه ريد رايت اكسس. ايضا ممكن يكون عندي مور بيتس تاني، بيتس تانية، مثلا ممكن استخدم بيت للاكسكيوت اونلي ولا ان سو اون، يعني الحاجات المسموح بها في الفريم. ايضا بكون عندي لكل انتري في البيج تيبل يكون عندي حاجة اسمها valid invalid bit. فلما تكون valid او الحرف V ده بيعني انه الصفحة دي تابعة للبروسيس او legal logical address space، يعني هي تابعة للبروسيس logical address space حقته، وهي تعتبر legal بيج او صفحة مسموح بها. اذا كان البيت المرتبطة مع الانتري تيبل هي invalid ده بيعني انه الصفحة دي is not in the process، هي ما تابعة للبروسيس logical address space. واي violations للحكاية دي بتدينا شنو؟ trap للكيرنل انه في error. ظاهر هنا مثلا في التيبل، دايما في البيج تيبل بيكون عندي في معناه valid، معناه الصفحة دي الصفحة رقم صفر، valid معناه تابعة للبروسيس حقتنا، الصفحة رقم واحد مع ال valid معناه تابعة للبروسيس، الصفحة اتنين تابعة للبروسيس، دي تابعة للبروسيس، دي تابعة للبروسيس، دي تابعة للبروسيس. لكن لو جينا نعمل access لدي فبكون invalid، يعني ما في صفحة تابعة للبروسيس هنا، والصفحة دي أو المكان ده ما تابع للبروسيس حقتي. معناها البروسيس صفحات التابعة ليها من خلال الفاليد، الصفحات دي من صفر إلى خمسة دي الفاليد، ودي نستخدمها للحماية للصفحة. أيضا ممكن يكون عندي صفحات مشتركة في البيجينج. صفحات المشتركة في البيجينج ممكن يكون عندي مثلا لو كان عندي one copy of read only code تكون مشتركة عبر البروسيسز كلها، the text editors the compilers وغيرها. ايضا ممكن يكون عندي multiple reads multiple threads sharing same process space، يعني عدد من الثريد يشتركوا في process space. ايضا ممكن تكون مفيدة للانتر بروسيس كوميونيكيشن اللي بتتشارك في الريد رايت بيجز، الصفحات بتاعت الريد رايت اذا كان مسموح بها. اذا كان عندي برايفت كود اند داتا، كل بروسيس بتكون محتفظة بسيبريت كوبي، عندها كوبي من الكود والداتا، كل بروسيس عندها سيبريت كوبي من الكود والداتا. البيجز for the private code and data ممكن تظهر anywhere in the logical address space، في أي مكان في logical address space زي ما شايفين. ده مثال، مثلا أنا عندي الصفحات المشتركة، الصفحة دي البيج ده libc1 موجود هنا وموجود في البروسيس دي برضو وموجود في البروسيس دي شير بيناتهم. فبجي بلقى في البيج تيبل حقة البروسيس الأولى إنه lib1 ده موجود وين؟ موجود في الصفحة
في الفريم رقم 3، وهنا في البروسيس 2 ليب 1 موجود برضو في شنو؟ في فريم 3، وهنا برضو البيج تيبل حقت البروسيس 3 بتشير إلى نفس الفريم، فالثلاثة بروسيس مشتركة في نفس الفريم عندها شير ليب، صفحة مشتركة موجودة في فريم واحد، ما حتوجد ثلاثة مرات وإنما مرة واحدة. نفس الشيء البي سي 2 بلقاها موجودة في فريم 4 هنا في البيج تيبل حق البروسيس 1، في بروسيس 2 بلقاها برضو في 4، في بروسيس 3 برضو بلقاها في 4، فالثلاثة بروسيس عندها ليب سي 2 موجودة في نفس المكان وكلها بتشارك نفس الصفحة. أيضا كل البروسيس الثلاثة بتشارك نفس الفريم ده في نفس الصفحة، وبعد ذاك الحاجات المختلفة بتكون موجودة في أماكن تانية، داتا مختلفة غير من الحاجات، لكن الحاجات الشير فلاحظ انه البيج تيبل حق البروسيس 1 والبيج تيبل حق البروسيس 2 والبيج تيبل حق البروسيس 3 بتشير لنفس الأماكن اللي فيها الصفحات